السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل شرح فيديوهات الـ Structure Cabling System. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم على التليفون سيستم. هناخد الأول History عن التليفون، وبعد كده نبدأ نخش في أنواع التليفون ومكونات السيستم ككل. نبدأ الأول مع الـ History، نبذة تاريخية كده عن السيستم دوت أو عن نظام التليفون كان بدأ إزاي من زمان. في البداية خالص كان في حاجة اسمها المورس كود، وده كان نظام التليغراف. ما كانش فيه الأول تليفون ولا حد يعرف يتصل بحد أو حد يعرف يتواصل مع حد موجود في مكان تاني، فكان موجود نظام التليغراف دوت. والنظام ده كان ماشي ازاي؟ كان عندنا كل حرف في اللغة الإنجليزية ليه رمز معين. الرمز ده مكون من حاجتين، الدوت والداش اللي هي النقطة والشرطة، وكل حرف ليه كود معين مكون من الدوت والداش. ولو لاحظنا هنا هنلاقي ان اي حرف بيتكون من ايه، من واحد او اتنين او تلاتة او اربعة من الدوت والداش، دول بيعمل كومبينيشن ما بينهم. لكن اقل حرف هو ليه رمز واحد، واكبر حرف او اطول حرف هو ليه او مكون من اربع رموز من الدوت والداش. وكان اللي عاوز يبعت رسالة لحد أو عاوز يكلم حد بيبعت له التليغراف مكتوب فيه الكلام اللي هو عايز يوصله له، بس مكتوب بالمورس كود اللي هو الدوت والداش. طبعا الموضوع ده كان صعب جدا، ولازم عشان تكتب جملة أو تكتب رسالة لحد تجيب جنبك المورس كود دي عشان تختار الرمز بتاع كل حرف ايه عشان تكون كلمة، بعد كده تكون جملة وهكذا، بعد كده تبعتها لواحد فهو برضو نفس الكلام هيجيب المورس كود ده قدامه ويقعد يفك الرموز دي لحد ما يفهم الكلام اللي في التليغراف دوت عبارة عن ايه. وهنا دور 26 حرف بتوع اللغة الإنجليزية، كل حرف ليه شكل معين. طيب الأرقام برضو أكيد ليها شكل معين، بس هنا هنلاحظ إن الأرقام كل رقم مكون من 5 رموز برضو من الدوت والداش، كومباينيشن ما بينهم ما بين الدوت والداش، ده الواحد الاتنين التلاتة وهكذا وهكذا، الـ10 أرقام اللي هما من 0 لـ9. في القرن اللي بعده حصل تطوير، وجه المخترع العظيم ألكسندر جراهام بيل واخترع أول تليفون في العالم كله أو أول تليفون في الوجود بمعنى أصح، وقدر إن هو ينقل صوت شخص موجود في مكان لشخص تاني في مكان تاني خالص. يعني قدر يعمل مكالمة ما بين اتنين كل واحد موجود في مكان غير التاني. وده كان شكل التليفون اللي هو اخترعه، كان عامل زي مكنة الخياطة كده أو الشكل الغريب ده. يعني ده كان أول تليفون في العالم كله، وبدأ إن هو يكتب الفكرة بتاعة التليفون دوت ودونها في ورق. ودي كانت الفكرة أو ده كان الدياجرام اللي بيوضح طريقة تشغيل التليفون إزاي. وإن شاء الله هنزل لكم فيديو على الجروب الخاص بالكورس بيشرح طريقة تشغيل التليفون أو طريقة إجراء مكالمة بالتفصيل الشديد. فدي كده كانت الفكرة بتاعت جراهام بيل عشان يعمل مكالمة بين شخصين مختلفين، شخص موجود عند التليفون هنا وشخص موجود في مكان تاني خالص. ومن هنا ظهرت الفكرة العامة لإجراء مكالمة بين شخصين، وهي كالتالي: يبقى سيمبل تليفون نتورك أبسط شبكة تليفونية ما بين شخصين، بيبقى عندنا جهازين تليفون بالشكل دوت ومتوصلين ما بين بطارية ومقاومة وفي سلك ما بينهم. لو قدرت أكون السيستم دوت هقدر إن أعمل مكالمة ما بين شخص موجود عند التليفون 1 وشخص تاني موجود عند التليفون 2، مجرد ما الاتنين يرفعوا السماعات هيقدروا إن هما يسمعوا بعض ويتكلموا مع بعض. وزي ما قلنا اللي اخترع التليفون أو أول واحد يعمل تليفون واللي حط النظرية ديت هو جراهام بيل، ألكسندر جراهام بيل. القرن اللي بعد كده ومع التطوير والأبحاث والناس بقت محتاجة التليفون، محتاجة تتواصل مع بعض، الجيوش محتاجة التليفونات في الحروب، ومع التطوير والتقدم بدأت الناس تفكر في شبكة بحيث إن أنا أبقى موجود في أي مكان أرفع التليفون أتصل بحد موجود في مكان تاني وأقدر إن أنا أتكلم معاه بكل سهولة. فظهرت حاجة اسمها إيه؟
PSTN اللي هي Public Switched Telephone Network، وهنا قدرنا نعمل شبكة تربط الناس كلها ببعض أو تربط مجموعة من التليفونات، كل تليفون موجود في مكان بعيد عن التاني، ولو في حد عند التليفون ده مثلا يقدر عن طريق الشبكة ديت يتصل بحد تاني موجود عند التليفون ده مثلا. وبدأت كل الدول تعمل النتورك دي، ويبقى في نظام تليفون شامل بحيث إن أي اتنين يقدروا يتصلوا ببعض بكل سهولة. بس طبعا الشبكة دي أو أي حاجة في الأول بتكون بدائية شوية، بعد كده بيحصل لها تطوير. فأول ما عملوا النتورك دي كان الشخص اللي موجود عند التليفون دوت لو حب يتصل بالشخص اللي موجود هنا الأول لازم يتصل بالسنترال، والسنترال هو اللي يوصله للجهاز ده أو بالشخص التاني. فكان عندنا حاجة اسمها المانيوال سنترال. المانيوال سنترال دوت أنا مثلا عاوز أتصل بأخويا، أنا موجود في القاهرة وأخويا موجود في اسكندرية، برفع التليفون بتصل بالسنترال وملي الموظف اللي موجود في السنترال رقم أخويا اللي هو موجود في اسكندرية، فموظف السنترال دوت هيبدأ يوصلني بالخط بتاع أخويا اللي موجود في اسكندرية وأقدر إن أنا أكلمه. فكان لازم في شخص وسيط في المكالمة اللي هو السنترال، عشان كده سميناه مانوال سنترال. في تدخل بشري في المكالمة، هي ما بتحصلش لوحدها أو ما بتحصلش دايركت على طول لأخويا، لأ في شخص في النص هو اللي بيقدر يوصلني بالخط بتاع أخويا فأقدر إن أنا أكلمه. إيه ده؟ إيه اللي جاب فيلم جنون الحب في كورس اللايت كارنت وفي التليفون سيستم؟ هقول لك أنا، في الأفلام القديمة عامة هنلاقي موضوع المانوال سنترال دوت موجود بشكل كبير. ففي لقطة في فيلم جنون الحب كنت شفتها بتبين شرح المانوال سنترال بشكل كويس، تعالوا نشوفها مع بعض بعد كده نعلق عليها. الو الو فيينا، معاك على الخط. الو مصر معاك. الو ايوه يا منى، مش هقدر اجي النهارده. وزي ما احنا شفنا في الفيديو هنلاحظ ان الفنان احمد مظهر عشان يتصل بالفنانة نجلاء فتحي فالأول اتصل بالسنترال وملاه رقم البيت عنده أو نجلاء فتحي، وبدأ السنترال يوصلهم ببعض وقدروا إن هما يتكلموا مع بعض. بس طبعا عشان المانوال سنترال ده حاجة يدوية وفيها تدخل بشري فأكيد فيها أخطاء، وبرضو عشان في وسيط في النص في المكالمة فبيحصل تأخير شوية، يعني ممكن تستنى على الخط شوية لحد ما السنترال يقدر يوصلك بالشخص اللي انت عاوز تكلمه. ممكن يحصل حاجات كتير تعطل المكالمة أو تعطل بدء المكالمة، والكلام دوت بان معانا في فيلم تاني هو فيلم الشموع السوداء، تعالوا نشوف الفيديو بعد كده نعلق عليه برضه. ألو ألو، ايوه انا، ايوه سنترال، بس بسرعه من فضلك، انا مستني على التليفون. لو لاحظنا هنلاقي المايسترو صالح سليم كان اتصل بالسنترال والسنترال ما قدرش يوصله بالشخص اللي هو عايز يكلمه، فبعد كده السنترال طلبه عشان يبدأ المكالمة، فطبعا حصل تأخير كتير، واللي اتفرج على الفيلم هيعرف إن هو كان مستني المكالمة ديت بقاله كتير. عشان كده الناس بدأت تفكر تاني وتطور وتعمل أبحاث ودراسات، فقدروا إن هما يوصلوا لحاجة أوتوماتيك، يبقى تحويل أوتوماتيك على طول مفيش تدخل بشري بالنص، وعملوا الأوتوماتيك سنترال. أنت عاوز تتصل برقم بترفع سماعة التليفون عندك تطلب الرقم يروح يرن عند الشخص التاني على طول، وتبدأ المكالمة مع بعض وتتكلموا وتخلصوا وتقفلوا مفيش أي مشكلة. والأوتوماتيك سنترال برضه بيتطور أكتر وأكتر وأكتر لحد ما وصل للوقت اللي احنا فيه دلوقتي، وبقت المكالمات سريعة جدا عن الأول، وبقى فيه خصائص كتير موجودة في التليفونات هنعرفها بعد كده واحنا بنتكلم على أنواع التليفونات.